احنا ما نقتل، احنا ما نقتل والله، لان مسعود بارزاني ما علمنا نقتل. عمر بزنده دياله والله ما نقتله، هذا مو اخلاقنا، بس بشكل مصادف هذا مو اخلاقنا نقتل الاسرى. الرسول احنا اوف الحديث مع الرسول، بس القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. احنا انتم الفسق الفاسق اللي جايكم، لا تاخذ منه كلام. احكي انت بس، تعاملنا شنو معك؟ خلي عندك ضمير.